السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب ملؤها السعادة ونفوس اتسمت بالريادة وأرواح تجلت بحسن الوفادة، باسمي وباسم طلاب وطالبات منطقة عسير نرحب بكم ونقول مرحبا ألف في عسير. حفلنا الكريم، الكلمة الآن لقائد مسيرة التعليم في منطقة عسير. حمد آل الشيخ، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، ضيوفنا الأعزاء، حفلنا الكريم، أحيي هذا الجمع المبارك بأعظم تحية، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم ما أسعدنا هذا المساء ونحن نحتفل جميعا بتدشين برنامج إجازتي في نسخته الرابعة، وكذلك برامج ومناشط أندية الأحياء، إذ أضحت أنموذجا فريدا في مسيرة العمل التعليمي. وعلى اعتبارها من أهم المحاضر لأبنائنا وبناتنا. والدرج بالقلوب، مرحبا يا ضيفنا أزكى تحية، مرحبا يا ضيفنا أزكى تحية. كل قلب في عسير يزيد شوقه بالسعادة والوفا تنبض عروقه، والشذا من كل صوب عطر صافي من ورود أبهى البهية، عطر صافي من ورود أبهى البهية. مرحبا والغيمة تتعلق بوضع
وشذا من كل وطن تنورك واصل شوقه انت كالنجم من فوق وفوق شعبنا خير الشعوب في دراس المال همتنا قويه في دراس المال همتنا قويه وفهد نحو العلا مشي عوق من ولي العهد هرضت ناس قوده I love you.
أنجزت الوزارة منصة إلكترونية وتطبيقا على الأجهزة الذكية للتسجيل في مشروع إجازة 4 ولجمع البيانات الإحصائية للبرامج والفعاليات طوال فترة البرنامج، ويسمح بالمشاركة في هذه الأندية لجميع فئات المجتمع في كافة مناطق ومحافظات المملكة وفق الأنظمة وضوابط مختلفة. صيفك سعيد ووقتك مفيد. التي جعلت هدفها الرئيس المتعلم والمتعلمة، وفتحت مدارس التعليم العام والجامعات لتكون حاضناً لهذا الحلم الذي ننشئه ليكون غداً، حيث يجب أن يكون في مسيرة تحقيق رؤية وطننا العظيم بقيادة. أيها الإخوة والأخوات، إننا في وزارة التعليم نقف جميعاً معلمين ومعلمات وطلاباً وطالبات، وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم، جنباً إلى جنب إلى قيادتنا فخرنا وعزنا، نستلهم منهم الأمل، قادة الحزب والعزم. في دار سلمان همتنا قوية، إنما تعيشه بلادنا بمختلف مناطقها وقطاعاتها من تنمية شاملة، وما تحتله من مكانة على المستوى العالمي، وما شهدته برنامج إجازتي في نسخته الرابعة لصيف 1440 وفقاً لأربعة اتجاهات تنموية رئيسة: الترفيه والتدريب والتقنية والتطوع والسياحة، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية، بإشراف تربويين مؤهلين من منسوبي وزارة التعليم، من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العام والتقني وغير ذلك، بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والنافعة لوطنها. وفق الله الجميع وسدد الجهود، والسلام عليكم ورحمة الله. وجميل العناية، كما نشكر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على حضوره وتشريفه حفلنا هذا. بدأنا حفلنا بالخير، ونختم لكم على الخير، ونلتقيكم بخير وفي خير، والجميع بصحة وخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله راجو في القلوب، مرحبا يا ضيفنا وازكى تحية، مرحبا يا ضيفنا وازكى أبنائنا وبناتنا في الفترة الصيفية تحت إشراف تربويين
لتنمية مهاراتهم وليتمتعون بالصيد ولكي يستفيدوا من الإمكانات الموجودة في داخل منشآت وزارة التعليم. والحمد لله نشارك بكفاءة جميع يعني نسبة كبيرة جدا من أبنائنا وبناتنا. أيضا لا يخلون حرمين الشريفين الملك سلمان العزيز حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان وفقه الله، كلها تسهم في تأسيس وبناء الإنسان والمكان لهذا الوطن ولأبناء الوطن لكي يكونوا هم مستقبل البلد. والحمد لله يعني هذه البرامج هي جزء يسير مما يقدم من هذه الدولة المباركة لأبنائها سواء أثناء العام أو في العطلة الصيفية. مع الوزير نقطة مهمة، اختيار منطقة عسير في هذه الأجواء الجميلة وأنتم اخترتوا الفعالية هذه تكون بين الجمهور، عدد المصطفين من كل مكان يفجر لمنطقة عسير، جالس يقام في العام الرابع واختير في هذا العام في منطقة عسير، رؤية الوزارة في اختيار منطقة عسير لتنشير مثل هذه الفعاليات على مستوى المملكة. يا لكم الحمد لله نحن وإياهم صف واحد في صون هذا الكيان العظيم بدءا من الطلاب والطالبات ونهاية بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومن سوري الجامعات، كلنا في قطاع التعليم مع قيادتنا صفا واحدا. ولا شك انه ابها حتى وان جاءها بعض القلق الا انها صامده ضد اي اعتداء هاتم، وايضا هي تفتخر وتتباهى بجمالها وبجوها الجميل وهوائها العليل وكرم ابنائها و ترحيبهم منقطع النظير. شكرا لكم ونتمنى للجميع ان شاء الله صيفا جميلا مليئا بالفعاليات ونسال شوقه وسعاده ونوفا ومضاوده وشباب كل صوب عذر صافي من وهوده فالبهيه عذر صافي من وهوده سعد الجوني. أولا أبارك لك الحمد لله نجاح وجمال الحفل اليوم لله. الوزير يضحك من أول حفل الحمد لله. الحمد لله وأشكرك كذلك على اللمسة الجميلة عودتك من السيارة بعد مغادرة الوزير إلى أن تشكر فريق العمل اللي قام الحمد بهذا الجهد الجميل. الحمد لله أنا أعتقد أني أنا بدون هذا ولا ما أقدر أسوي شيء. بيض الله وجهك.
فهم اللي يستحقون الشكر، هم من يستحق التقدير، أبنائي وبناتي، فريق العمل على مستوى القطاعين يرفعون الرأس صراحة. ترى لمسة أنت ما تشعر بها، لمسة بالنسبة لهم تعتبر كأنك أعطيتهم أكبر مكافأة، لأنهم أعطوني أنا أكبر مكافأة، هم أعطوني أكبر مكافأة. شكرا لك.